هلال المخلدي يقول: ما حكم من يرد بكلمة حرام أو حرام عليك عندما يقال له أمر حتى وإن كان لا يقصد به التحريم؟ قضية التحريم هذه قضية عظيمة، والناس مع الأسف الشديد تجرأوا على الله سبحانه وتعالى، فتجد أحدهم بدون مبالاة إذا أراد أن يمتنع شيء عن أن شيء قال: حرمته على نفسي. من أنت حتى تحرم؟ إنما الذي يحلل ويحرم هو الذي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أما العبد الضعيف عليه أن يقف عند حده ويعرف أنه حده ألا يتجاوز حدود العبودية، والله سبحانه وتعالى وحده له السلطان المطلق، له أن يحلل ما يشاء لعباده وأن يحرم ما يشاء على عباده، وكل ما كان منه سبحانه وتعالى من تحليل أو تحريم فهو حكم لازم ليس لأحد أن يتجاوزه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقد شدد الله سبحانه وتعالى في أمر التحريم تشديدا بالغا، فالله تعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ويقول تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وبين سبحانه وتعالى أن هذا التحريم إنما يصدر من المشركين، ومعنى ذلك أن من صدر منه فهو في حكم المشركين. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى أتاهم بأسنا. ويقول الله سبحانه وتعالى: سيقول الذين أشركوا، ويقول الله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولو شاء الله ما، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ونجد كيف أن الله سبحانه وتعالى قرع المشركين على ما كان يصدر منهم من التحريم بغير حق، فالله سبحانه وتعالى قال: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. هذا كله تقريع للذين حرموا ما لم يحرمه الله تعالى. وإذا كان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام مع علو قدره وعظم شانه ليس له أن يحرم على نفسه أي شيء إلا ما حرمه الله، عندما صدر منه تحريم على نفسه عاتبه الله على ذلك، قال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. والله تعالى أمر المؤمنين ألا يتعدوا يعني بتحريم ما أحل لهم، فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فعلى الإنسان أن يقف عند حدود العبودية وألا يحاول أن يتدخل في ما هو من خصائص الربوبية أبدا، ليس له أن يحرم شيء إلا ما حرم الله، وما يحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما هو بإذن من الله سبحانه وتعالى.